حتى من المسلسلات والأفلام والمسليات كلها. يعني قناة صوت الشعب كانت عنوانا ونبراسا لهذا البرلمان، وأيضا تطلعا جيدا من أبناء الشعب المصري لمتابعة هذا البرلمان الذي انتخبوه بإرادة حرة نزيهة، وهذا استطلاع أيضا للرأي لأداء النواب داخل هذا البرلمان. أنا بس يعني أخونا الأستاذ محمد العمدة وأخواننا نسير في اتجاه قانوني وقضائي، والمسألة أنا كنت أظن أنها أخطر من ذلك. لو تذكرنا يوم أربعة، يوم الأربع اللي هو كان يبقى 10/6 ولا يبقى كام؟ 13/6 صدر قرار من وزير العدل السابق بإعطاء الضبطية القضائية للبوليس الحربي الشرطة العسكرية بلا أي ضوابط. قانون بيعطي الضبطية القضائية لموظف عام بمهمة بدون ما يفتحها، تبقى مفتوحة بلا ضوابط. نمرة 2، يوم الخميس كان حكم المحكمة الدستورية اللي عابوا وشابه كل العوار. اولا المحكمة الإدارية العليا محولة طعن مقدم من احد الطاعنين يعني تستفي رأيها في موضوع دستورية عدم دستورية الانتخاب او الترشح على المقعد الفردي للحزبيين.